السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه وإياكم هذا الخبر العاجل الذي يقول يوسف المدني يتوعد بمواجهة أي قوة تحول بين صنعاء وبين دفاعها عن فلسطين. وإلى التفاصيل، أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات صنعاء اللواء يوسف المدني اليوم الاثنين أنهم سيواجهون أي دولة أو قوة تحاول أن تحول بينهم وبين الدفاع عن فلسطين. وقال اللواء المدني في تصريحات صحفية إن أي تصعيد في غزة هو تصعيد في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن القوات اليمنية ستواجه أي دولة أو جهة تحول بينها وبين فلسطين بإذن الله. وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية رفعت الجاهزية العالية ضد أي تهديدات قد تطرأ، مؤكدا أن العدو يتربص باليمن ويسعى لردات فعل بعد تعرضه للإهانة. وتدرج قائد المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن عملية السيطرة على السفينة التجارية الإسرائيلية جالاكسي ليدر، حيث وضح أنها جرت في ظروف غاية في التعقيد وعلى مسافة 120 كيلومتر من سواحل اليمن. كما كشف أن القوة الخاصة التي نفذت العملية خضعت لتدريبات واسعة لمدة عامين لتنفيذ عمليات مماثلة، منوها إلى أن العملية تمت والعدو في وضع الحذر والأمريكي موجود بشكل كبير في البحر الأحمر وعلى مقربة من السفينة. وتأتي تصريحات اللواء المدني تزامناً مع إعلان قوات صنعاء استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر اليوم الاثنين، في إطار قرار منعها جميع السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني حتى رفع الحصار عن غزة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وتقبلوا خالص التحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.